تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على قطاع غزه، حيث ارتكبت مجزره جديده بحق المدنيين بشارع رشيد في غزه. ياتي هذا العدوان وسط جدل كبير حول اعاقه قوات الاحتلال وصول القدر الكافي من المساعدات الانسانيه للمدنيين بالقطاع، حيث تشير تقديرات امميه الى ان معظم سكان القطاع مهددون بالمجاعه. في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن هدنه بين الفلسطينيين واسرائيل ما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب المجازر في غزه حيث اثارت مجزره شارع الرشيد في مدينه غزه جدلا واسعا فقد اعلنت وزاره الخارجيه الامريكيه ان واشنطن تسعى للحصول بشكل عاجل على معلومات حول ما حدث في شمال غزه الخميس الماضي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن الحادث يبرز الضرورة الملحة إلى التوسع في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع استدامتها ووقف إطلاق النار في إطار اتفاق لتبادل المحتجزين ولم يكن آلاف الفلسطينيين الجياع الذين توجهوا إلى نقطة لتوزيع المساعدات في مدينة غزة يعلمون أنهم سيلقون مصيرا مشؤوما جراء نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي فهربوا منها و تعرضوا للدهس والتدافع ليسقط المئات منهم بين شهيد وجريح مجزرة شارع الرشيد سقط فيها أكثر من مئة شهيد ومئات الجرحى أثناء محاولتهم الحصول على الطعام من شاحنات انتظروها طويلا ووصلت أخيرا محملة بالدقيقة عند دوار النابلسي غرب مدينة غزة غالبية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة تدخل برا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بعد أن تخضع ل التفتيش من قبل إسرائيل تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 24 من عشرة مليون نسمة يهددهم خطر المجاعة خاصة في شمال القطاع وكالة الأمم المتحدة لغوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قالت إنها أدخلت ما يزيد بقليل عن 2300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال شهر فبراير وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 50 مقارنة بيناير المنصرم، جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من جميع دول العالم ليزيد من جرائمه في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات أكثر للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة